كبر هذا الانفجار منه معقول. يعني ما بيصير تنترك هيك مدينة معرضة بهالشكل. يعني ذكرني شوي ب 9/11 بأمريكا، في مشهد كل الناس كلهم رماد، احنا كانوا كلهم أحمر. أرمان، بأربعة آب الساعة 6 وين كنت؟ كنت تحت الإزاز، كنت بالبيت وانفجرت الدنيا وزتني الانفجار لمطرح يعني أأمن من غيره بالبيت، بس مش الحال كتر خير الله. نأذنا مثل كل اللي نأذوا وركضنا بالطرقات، يعني شغلة فظيعة. طلع الانفجار دغري، بعدين رجعت نزلت على الطريق، شو عملت؟ اجاني تليفون انه في ربطنا منصابه، بقى ركضت على بيتها تركت بيتك، عائلتك وين كانت؟ اصلا عائلتي كانت بالجبل، اصلا تقدر اطلع من البيت طلعت بالشاكوش لان ما كان يفتح الباب. شو المشهد اللي ما فيك تنسيه من هالنهار؟ هي اللي ما فيك تنسيه، هلا انا قاطع، يعني انا الجنريشن تبعي قاطع بالحرب، سو قطع كثير مشاهد عاطله اذا بدك، ومراحل كثير قاسيه بالحرب. بس المشهد اللي اكثر شيء بيأثر هو كثافه الجرحى. يعني في مطرح بتلاقي كل الناس مدممه، كل الناس، يعني حتى انا اخر شيء طلعت انه انا كمان مدمم بس مش شايف. يعني ذكرني شوي ب 9/11 بامريكا، في مشهد كل الناس كلهم رماد، احنا كانوا كلهم احمر. يعني شيء كثير فظيع. وبعدين بتحسي انه الناس مش عارفه شو في، انا ما عرفت شو في، عرفت شو في بالطوارئ. في حدا كان عم بيحط فيديو عن الانفجار، لا ما عرفنا شو في. يعني يلي قاعد ببيته سمع انفجار ما بيعرف شو السبب، يعني بتفكري انه في قصف على كعب البنايه، يعني هذا اللي صار. تاني يوم وقت اللي وعيت، اي استوعبت؟ تاني يوم رجعت، اكيد ركضت ارجع اشوف البيت يعني وهيك. ايه بتستوعبي، لان يعني لسوء الحظ يعني عندنا خبره حرب. بس يعني اذا بدك اللي ما فيك تستوعبيه هو الكبر الانفجار. بالاشرفيه ساكنه، نزلت مشي على النهار على طريق البور من تحت. يعني ما معقول بلحظتها واحد بس ينزل ويشوف، ما معقول. يعني بعدها لهلا بتلاقي أكترية الأبنية كلها مدمرة وإلى آخره، بس بلحظتها كل الناس ماشية مش عارفة على شو بدها تطلع. وقت فت على النهار أثر فيي شغلة. هلا أكيد الدنيا كلها مكسرة، مكتبي مكسر والدنيا كلها مكسرة. أثر فيه شغلة إنه الدرج اللي بيوصل على المكاتب مفروض يكون آمن، لأنه لورا، هلا النهار بفهم كلها إزاز، بس ورا الأسانسورات كلها بيتون، حيطان الدرج كأن جاي شي 2000 حدا مغرمشن. ما معقولة حايط هالقدك على ست أو سبع طوابق هالقد مأزة. ما هودي اون بلوس فيهم كذا باب، ما هودي سي دي ساس دو سيكوريتي، يعني انه المفروض اللي بده يتخبى بيروح بيتخبى هوني. يعني بتعطيك فكره انه ما فيك تتخبى محل. عم نحكي بعد سنه، وانا بحس وما بعرف اذا انت نفس الشيء، وبعد ما طلعنا من هذا التروما، يعني شو وضع الناس اليوم وانت عم بتحسه؟ انه بتحس الناس بعدها مش مصدقه اللي صار، مش عم تتقبل اللي صار، بعد الناس تحت صدمه. يعني مزبوط، لان يعني السكيل تبعها، يعني الكبر هذا الانفجار منه معقول. يعني ما بيصير تنترك هيك مدينة
معرضة بهالشكل. ما معقول، ما بيصير. إنه هلا المشكلة إنه عندنا بس تصير الشغلة بيقولوا كان لازم، بس إنه ما في مطرح، ما هي من مسؤولية الدولة شو إنه تستبق هيك قصص. إنه مثل نحن مثلا بنشوف ولد عم بيقرب على الحافة، ما بنطره تيوقع حتى ارجع اخده على المستشفى، بستبق لا رح يوقع بوقفه. اول كاريكاتير بعد الانفجار، ايه اول كاريكاتير هو كانت صعبة عليك او اهين او اسرع او لا او نفس الكاريكاتير اللي بترسم؟ انه سكين كبير بقلب لبنان، سكين كبير على كل الصفحه، لانه اللي شفته كله سكاكين. يعني فجاه كل شيء حواليك بيتحول لسكاكين، الازاز، الالومنيوم، الحجار، السيارات، الفو بلافون، ما في شيء الا بهاللحظه صار سكين. انه بفهم مثلا في قصف بيتخبوا، بس انه فجاه انه تصير مثلا صوره لإلك تصير هي تاذيك، انكسرت وبتقع عليك بتأذيك، انه شيء ما انه طبيعي، ما انه طبيعي. كل يوم ترسم كاريكاتير عم بتوصل فيها رسائل، وصارت حتى الناس يعني نحن وقت عم نحطهم بالنهار بنلاقي انه حتى عم بيروحوا فايرل على السوشيال ميديا، الناس عم بتعلق عليهم لانه عم بتعبر عن وضع لبنان، عن وضع اللبنانيين وعن الوضع الصعب. قديش الوضع صعب، قديش اليوم انت ارمو عم تقدر تكي عم بتطلع شو اللي بقلبك وصرختك عبر هالرسمات، وكيف بتكون يعني شو بتكون عم بتفكر لتقدر يعني كيف عم تطلع هالكاريكاتير اللي عن جد عم بتعبر عن كل شخص منه؟ يعني بالنهايه عم برسم شو عم بحس، عم بحط اذا بدك شوي المشاكل والاعتبارات السياسية على جنب، لأن الناس بطلت تهتم بالموضوع. إنه اليوم مثلا لو شو ما حكيتي أنت مع فلان أو ضد فلان والحق عمين، بطل همام الموضوع. العالم عم تعيش شيء منه طبيعي. أنا عم برسم بس شو عم بحس، يعني شو فعلا ديب داون هيك بقلبي أعماقي شو بحس، هذا اللي عم برسمه. هلا دائما مثل أسلوبي دائما يعني بقوله بشكل بالصورة، يعني مش بالكلام، بالصورة بجرب قوله بطريقة مختلفة، بس بالنهاية كله نابع من في غضب إنه هيدا بلدنا نحن بنحبه. معقول نحن بنحب بلدنا أكثر من المسؤولين عنه؟ أنت بتعتبر أيها أقوى كاريكاتير بهالمرحلة يلي صرنا أكثر من سنة ونص عم نعيشها، أيها بتعتبر إنه كانت أقوى كاريكاتير أنت رسمتها؟ أو بتعني لك أكتر شيء؟ كلهم ذات السري، لأن كلهم ذات الإحساس وكلهم ذات الغضب. بعدين إذا بنرجع لورا ما تغير شيء، يعني صار له من وقت الانفجار لليوم ما تغير شيء. لا ما في شيء تحسن لا بالسياسة لا بالاقتصاد، بالعكس أسوأ. يعني كلهم على بعضهم مشاكل عم تجي فوق بعضها، عم بتخلي الناس كلها تغرق بمشاكلها، وعم تخلينا نحن اللي عم نراقب الحدث انه يكبر غضبنا اكثر، علما انه نحن من هالناس. يعني مثلا بس ارسم حدا ما بعرف انه علقان بطابور نطره بنزين او نطره خبز، ما انا كنت قبل بلحظه قبل بعشر دقائق ناطر كمان. يعني مش انه في عنا حدا هيك من بعيد عم بينظر وبيعطي رايه، لا ما نحن عم نعيشهم كلهم. شو يلي ريشتك اليوم بعد ما قدرت ترسم عن بيروت؟ أنا عبالي أرسم شيء كتير إيجابي عن بيروت، بس ما يكون حلم. يعني كل شيء برسمه حلو عن بيروت قليل تيكون واقع. يعني مثلاً بس أرسم بيروت حلوة، يعني بتذكر بفترة 2005 كان في هيك حراك شعبي و14 أدار وكذا، كنت أرسم بيروت حلوة بس ناطرها تصير مزبوط مثل ما هي. يعني بتحس دائما هالفرحه ناقصه. بتعرفي دائما بيضلوا يقولوا لنا راجع البلد يتعمر، بدنا شيء نوصل لمطرح انه خلص تعمر اوكي خلينا نعمل شيء ثاني. ما فينا نضل نعمر. هلا نحن لان عندنا هيدي القدره نضل نعمر بنقوي حالنا،
بس في مطرح خلص لازم نوقف نعمر ونعمل شيء تاني. هيدا الشيء ما عم بخلونا نقدر نوصل له. قادر اليوم ترسم بيروت الأمل؟ أكيد، بس أنا قادر أرسمها كحلم حلم. بس سألتيني شو اللي بدي أرسمه؟ بدي أرسمه؟ لا، بدي أرسمها حقيقة. وهالحلم اللي أنت عم بتقول إنه لهلأ مبين إنه صعب نوصل لهالحقيقة، بعد عندك أنت أمل إنه رح ترجع بيروت ورح يرجع الأمل ورح ترجع بيروت اللي نحن بنحلم نعيش فيها؟ يعني هو لو ما واحد عنده هالأمل، يعني مش إنه عم نشتغل أو عم نعيش تنعيش، لا، دايماً في عنا هدف، في عنا أمل، في عنا طموح نعمل إشياء. تسعينات وقتها كان عمل موضوع بالنهار إنه شو كان بيروت، كيف تتخيل بيروت بسنة 2000. بتذكر عملت شيء على الموضوع وهيك، هلا طلعت بتشبه شوي بيروت تبع 2000، بس المشكلة إنه بال 2020 رجعونا 20 سنة لورا. يعني دائما في أمل، ودائما هيدي مدينتنا وهيدا بلدنا ورح يضل بلدنا. يعني مش إنه بس بمشي بوقع برجع بوقف، بدي أمشي بدي أركض، ما بدي ضل وقع وأمشي. تتمنى لأولادك يفلوا؟ أنا صراحة لا، صراحة لا. هلا هن شو بدهم يعملوا هيدا بيطلع قرارهم. يعني بالنهاية دائما حدا عنده التجربة بده يعيشها بيرجع بيقرر. يعني أنا كنت برا وعشت برا ورجعت، بفضل يكونوا هون أكيد. خايف على بكرة؟ إيه، مثل ما هي الأشياء رايحة هيك. يعني إيش حالك عم ترسم قصص وتعبر بمواضيع أبشع وأبشع، واقع أبشع على لبنان؟ يعني بتخيل لا، بتمنى لا. أبشع شيء يعني ما بعرف، بتمنى إنه وصلنا له ونوقف. عبالي مثلا ارسم كاريكاتير انه شيء عم بيصير بالمترو ببيروت مثلا، حلو انه هذا بيسك، يعني شيء مترو من 1900، يعني انه مش انه شيء جديد. يعني هذا اللي كنت عم بقوله، كهرباء ما عم بيخلوك كهرباء، هذا ما بعرف اذا بحق لنا احنا، يعني ما بتصور بحق لنا هلا، شوي يمكن مش كثير. نحلم بشيء نقدر نوصل له، بس دائما الأمل دائما موجود، دائما. اليوم بعد سنة أرمان شو بيقول؟ بقول يا عمي نبشو، ما يكون في حدا مخبى شيء بشي زاوية. لازم ما تتاخد القصص بشكل إنه عفا الله عما مضى. لازم إنه يكون على القليل شي مرة حدا مسؤول عن شيء. وبتصور إذا صار في هيدا محاسبة إنه عن حدا، الناس بتتعلم لبعدين. يعني يبطلوا يقولوا إنه أوكي ما عليه منظبطها، لا، ما في نص المدينة راح، إنه منا هيك قصص بتنسى بتقطع. مشكلة، ما بعرف إذا مشكلة بمعنى إنه قد ما الناس عندها هيدا الدفع لترجع تعمر في مناطق مثلا. اليوم اكثر شيء كانت متأذية بتشوفيها فكري ما بقى في شيء، وهيدا من مساوئها بين هلالين، انه بفكروا الناس انه خلص نسينا، انه خلص تصلحت ما في شيء يلا مشينا. مش هذا لازم يصير. لازم يصير انه اللي صار ما لازم يقطع هيك بدون محاسبه، بدون مسؤولين، بدون، لان اكيد حق على حدا او على كذا حدا. حتى في ناس عم يعني نشعر صرنا انه بطلنا نحن في شيء تغير فينا. يعني هالأربعة آب غير شيء فينا، بطلنا نحن نفسنا. بتحس هالشعور أنت كإنسان؟ إيه، بحس إنه المشكلة الناس قد ما كترت عليها المشاكل، إجت مشكلة كتير كبيرة وحطمتهم. إنه واحد بس يفوت على بيته بيقفل الباب بحس حاله بحس بأمان. طيب ليه أنا بدي خاف من كل شيء؟ إزازة إذا انفجار على بعد 400 متر بدي انصاب أنا؟ إنه ما بعرف إنه هيدا الشعور، هيدا اللي صار جديد عند الناس.